انتقاد الكنيسة تحت عنوان حرية التعبير. خطيته مش مخفورة. رجل الدين يصاب بلحظات تخلي. المجنوش مخول يعمل قاضي. من شو خايفين الكنيسة؟ طب بدها تجاوب. طبعا جميل السيد ورستم غزالي فبركوا لي ملف. بس شو اللي بيثبت لك انه جميل السيد هو من فبرك لك هذا الملف؟ ليش رستم بيعرف يعمل ملف؟ حطم كل ما هو تحت يدي. عم طفي لك شموع عيد ميلادي خصوصي لك يا وحش الشاشة. وحش الشاشة مع طوني خليفة، الخميس بعد الأخبار على الجديد 101.5.